وطبعا من رئاسة الجمهورية لوزارة القوى العاملة اللي وقعت مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اتفاقية لإقرار العلاوة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص، واللي بتهدف لتحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص بشكل طبعا يتوافق مع أهداف الدولة وسعيها لتحقيق معيشة أفضل للمواطنين. المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أكد على أن الاهتمام بالعنصر البشري بيجي دايما قبل الاهتمام بتحقيق الأرباح أو المكاسب، وأن الاهتمام العمل قبل المبيعات ده طبعا من اهم اسس نجاح التجاره والصناعه. القصه كمان يا احمد مش قصه بس يعني مكافاه ماديه او زياده ماديه، لكن ده بيدي تقدير معنوي اكتر كمان للعامل، وبيساعده على انه ينتمي للمؤسسه اللي هو فيها، وشعوره بالانتماء، وده بيخليه يطلع الشغل بشكل يعني هو اكثر من جوده. كلام المهندس فريد خميس بيأكد ان هو في تنميه بشريه بتحصل صح. للعمال عامه في منظومه القطاع الخاص، وان كان الدوله كمان بتؤكد على اهميه دور القطاع الخاص في المشاركه في المجتمع وفي المشروعات التنمويه اللي بتحصل الفتره اللي جايه. خلينا نقول كمان ان ده حصل في الدوله، في زياده المرتبات ورفع الحد الادنى للاجور، اكيد لازم يحصل كمان في القطاع الخاص. مقترح مهم جدا اتناقش فيه كل الاطراف المعنيه لكيفيه زياده الدخل. زي ما قالت مها، الجانب المعنوي مهم جدا، واعتقد اكيد كمان الجانب المادي مهم لزياده الدخل لكل عمالنا في القطاع الخاص. في معظم بقى المشروعات سواء في المصانع سواء في الشركات اكيد محتاجين زياده الدخل الفتره اللي جايه. صحيح، وطبعا يعني جزء التنميه البشريه اللي انت اشرت ليه احمد ده مهم جدا، لكن احنا كان عندنا مشكله انه للاسف هذا المجال زي مجالات كتير برضو في فترة ما أو في السنوات اللي فاتت ما بعد 2011 دخل فيها مدعين كتير، ففي ناس في بعض الناس من المواطنين العاديين بيتصور إنه التنمية البشرية دي أي كلام طبعا. أو يقول لك حتى ده نصب، لكن ده مش نصب، ده علم، ده مهم جدا اللي هو الاستثمار في الذات. يعني التنمية البشرية ده أنت بتستثمر في نفسك وأنت أساس كل شيء. إذا ما عندكش أساس يبقى أكيد مش هيطلع منك أي نتيجة. تعالي نفسرها برضو للناس، يعني إيه التنمية البشرية؟ إن أنا أشتغل على الموظف إزاي؟ في تدريبه وفي تأهيله وفي الجانب النفسي في الجانب المجتمعي، ده مهم جدا. احنا بنشوف طبعا يعني بعض الاحداث اللي بتحصل في المجتمع بيكون الهدف منها ان هو مفيش تدريب نفسي كويس، مفيش راحه نفسيه للموظف، فيبقى في ضغط سواء بقى من رئيسه في العمل سواء من صاحب العمل نفسه لان هو في القطاع الخاص. فاعتقد التنميه البشريه هنا بتنفع كتير جدا. العالم كله شغال على الملف ده على فكره، يعني كل العالم تقدم جدا في موضوع التنميه البشريه. كمان علم الاجتماع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح ده علم مهم جدا لازم يشتغلوا عليه. اعتقد حتى علمائنا وخريجينا من خريجين علم الاجتماع بقت حاجه زي وظيفه، لا دي لازم تتحول تاني وترجع مره تانيه، ان ده حاجه مهمه جدا للمجتمع وتحديدا في القطاع الخاص. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيفنا اللي موجود على الهاتف الاستاذ هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزاره القوى العامله. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. يا جماعه صباح الخير وصباح السرعه الساده المشاهدين. يعني خلينا صباح الفل. صباح الفل. خلينا نقول انه لما حد بيسمع ان في زيادات بيبقى شيء مفرح وشيء ايجابي، ولكن واضح ان القصه مش قصه كمان زيادات ماديه فقط في الاجور، ولكن هيكون في اكتر كمان شغل على بناء الانسان، هيكون في شغل اكتر في تنميه ذاتيه او تنميه بشريه. يعني عايزين حضرتك توضح لنا اكتر تفاصيل هذا التعاقد. هو السنه دي ان شاء الله بعد ما الرئيس اصدر القرار بتاع زياده المرتبات، فاحنا بنسلك نفس السلوك ده بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص. احنا وقعنا اتفاقيات في سبتمبر الماضي بنفس المضمون 76 مصنع في الاسماعيليه. امبارح سيد وزير القوى العامله محمد سعفان وقع مع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس اتفاقيه للعاملين في القطاع الخاص بتقدم صرف نسبه 10% من الاجر الاساسي من اول يناير او من تاريخ التعيين بالنسبه لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادنى 75 جنيه وبدون حد اقصى. اضافه الى 85 جنيه في اليوم، 75 جنيه شهريا بالدفع المرتب. ده نسبه الرفع. ايوه تمام، بدون حد اقصى. اضافه لدوت اتفضل حضرتك انا معاك. في كمان مبلغ مقطوع 150 جنيه بيتضاف كنظام حوافز بالاضافه الى ال 10%. ده بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص. الوزير محمد سعفان تبع سنه حميده من السنه اللي قبل اللي فاتت ان هو بيروح المحافظات يمضي مع اتحادات المستثمرين واتحادات جماعات المستثمرين ومع الشركات اتفاقات عمل جماعيه للعاملين في القطاع الخاص. السنه دي وقعنا اهو واحده في سبتمبر 76 مصنع، ووقعنا واحده امبارح، وهنوقع يوم 5 سبتمبر ان شاء الله ديسمبر ان شاء الله في المنيا، ويوم 10 ديسمبر في الغربيه.
إذن الوزارة هنا معنية بدور وإشراك القطاع الخاص وتنمية كمان مهارات والتنمية الاقتصادية للعامل المصري، ولكن مدى إلزام القطاع الخاص بالاتفاقية دي يا فندم؟ الاتفاقية دي احنا منصوص فيها، هي عبارة بتوقع كاتفاقية جماعية وكاتفاقية عمل جماعية. احنا بنراعي هنا ظروف المالية والاقتصادية لكل شركة. يعني ما يقدرش يدفع ال 75 ونشوف هيدفع قد إيه. طبعا من واقع الميزانيات بتاعته. يعني بيقولوا انا خسران كده مش هدفع، طب احنا الاتفاقيه احنا بنراعي برضك ظروف الشركات اللي هي ما تحققش مكسب. طب استاذ هيثم، يعني قيمه الميزانيه العامه اللي تم رصدها بشكل عام للزيادات اللي هتحصل في مرتبات القطاع الخاص؟ لا يا فندم، دي مش ميزانيه، دي ده قطاع خاص، كل شركه مستقله بذاتها. على حسب الحاله بتاعت الشركه او ايراداتها. حسب الحاله. وحضرتك الاستاذ احمد بيتكلم عن تنميه الانسان. السيد وزير القوى العامله محمد السحفان اطلق من 21 سبتمبر الماضي 4 وحدات تدريب متنقله للشباب بتدريب القرى والنجوع في اطار مبادره الرئيس حياه كريمه. احنا ودينا عربيات متنقله في 4 محافظات كمرحله اولى، دي بتدرب الشباب، بتروح له قدام بيته وتدربه، بتدربه على مهن السباكه ومهن الكهرباء المنزليه ومهن الخياطه. الدورة بتقعد اصلا كل دورة بتقعد شهر، وبعدين بيتخرجوا ويديهم شهادة مستوى قياس مهارة، والثلاثة الأوائل من الخريجين الوحدات التدريب ديت الست بتاخد مكنة خياطة مجانا، والكهرباء والسباكة بياخدوا مكنة شنطة عدة عشان يبدأ بيه يعمل مشروع صغير ليه. ايه هما الـ4 محافظات دول يا فندم، او الـ4 قرى؟ الـ4 محافظات، الوادي الجديد، احنا خدنا القرى الاكثر احتياجا. تمام. الوادي الجديد، سوهاج، الفيوم، الدهاليه، بناخد قرى ده. دول 4، احنا عندنا 13 وحده متنقله. السيد الوزير اعاد تطويرهم واعاد تاهيلهم بالجهود الذاتيه باي عمال الوزاره. يعني الفلوس اللي دفعناها فيها لا تذكر، لان دي كانت مهمله لمده 26 سنه في المحافظات. جاب الوحدات ديت بتركب على مقطوره وبتروح جوه الوحده، كل مقطوره فيها وحده متحركه داخلها 12 ماكينه خياطه بتروح قدام البيت في القريه او النجأة، يعني بنروح للشاب قدام بيته بنقول له احنا شايفينك، وزاره القوى العامله والدوله المصريه شايفاك، بنقول له انتقل وروح اتدرب في مركز تدريب. لا انت هنا كمان فندم بتقول له الدوله شايفاك. بشكرك طبعا استاذ هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي باسم وزاره القوى العامله.